بالقاعة المتعددة الرياضات بأم البواقي، أصوات الفرق النحاسية تصدح بعزف وإيقاع في الوسط الشبني، مواهب جاءت من 7 ولايات شرق البلاد لإبراز الأنغام الوطنية بعديد الآلات الموسيقية النحاسية التقليدية. وهذا النشاط اللي هو الفرق النحاسية يدخل يعني في إطار المواطنة، في إطار يعني ترسيخ هذه المبادئ، حب الوطن والنشيد الوطني على رأسها. ننشط في الولاية في كل مناسبات تاريخية في استقبال الوزراء والوفود القادمة للولاية، ننشط مع عدة قطاعات. وإن شاء الله المشاركة هذه يعني كانت أول مشاركة لنا، وإن شاء الله نديروا حاجة ونطلعوا المهرجان الوطني إن شاء الله المقام في ولاية شلف. طبول وأبواق ولباس هي مظاهر الأداء المميز لشباب يحرصون على تنمية وترقية هذه الممارسة الشبانية التقليدية التي تستقطب عازفين هواة من مختلف ربوع الوطن. شنو دايا الفرقة النحاسية قالت تمثل في الجامعي وتمثل للنشاط تاع ولاية أم البواقي، تمثلك مديرية الشباب والرياضة. نتمنى إن شاء الله باش نلي للمستوى، وزيادة عن ذلك الفرقة تراعى الموروث، مابقاش تحافظ في التقاليد من الفرقة النحاسية باش تقيم كتقليد ديما. هي مشاهد رصدناها من تظاهرة التصفيات الجهوية للفرق النحاسية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة لولاية أم البواقي. أجواء مميزة تعكس بوضوح تشبث الناشئ بفضائل القيم الوطنية التي تقوم عليها الغاية الجوهرية للفرقة النحاسية الجزائرية.